نوصل ايه عند المعديه نروح معبد ايه لا دير دير البحر ابيض علينا. سالوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وفدى الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما منكم سوا. سالوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وفدى الهوى بيعز علي يا حبيبي لا أول مرة ما منكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني الكل راجع وعلموني. سألوني الناس عنك سألوني قلت لهم راجع وعلموني. غمضت عيوني. السلام عليكم، معاكم ابن خالد. النهارده بدنا معبد الدير البحري. شوفوك مخبى في عيوني وهب الهوى وبكاني الهوى لا اول مره ما منكم سوا. السلام عليكم. تعالوا بقى ايه جزء بقى اللي احنا هنشرح فيه. تعالوا بس واحده واحده نعرف ان حتشبسوت ما كانش ينفع تمسك اصلا الحكم، تمام. تاني حاجه هي عملت نبوءه، فالنبوءه دي هي دي اللي خلاها تمسك الحكم. اللي عمل لها النبوءه دي هو الكاهن بتاعها اسمه سان الموت، وهو اللي عمل المعبد ده، جميل. فعمل ايه بقى الباشا؟ صلى على النبي. عشان تبقى ماسك الحكم فلازم تكون انت ابن اله او من الاسره الملكيه والليله دي كلها. فحتشبسوت كانت الظروف كلها واقفه قصادها ان هي تكون ماسكه الحكم. فسن الموت قال لها ان احنا هنعمل نبوءه، تمام، لدعايه سياسيه، تمام، ان هي هتمسك الحكم والكلام ده كله. فصور ابوها تحتمس الاول، تمام، في المعبود امون وهو ماسك ايد امها وايه علامه العنخ، وكده تكون هي ايه بنت المعبود امون. محدش يقدر يتكلم ويقول لها لا انت مالكيش الاحقيه الشرعيه ان انت تكوني ماسكه الحكم. فمن هنا هي مسكت الحكم، مسكت الحكم بسبب النبوءه دي، تمام، اسمها النبوءه الالهيه او الولاده الالهيه اللي هي بتاعت حتشبسوت، وهي دي اللي بسببها مسكت الحكم من سن الموت. واللي عمل المعبد ده هو سن الموت. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وفدى الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما منكم سوا. سألوني الناس عنك يا حبيبي كتبوا المكاتب وفدى الهوى بيعز علي غني يا حبيبي لا اول مره ما منكم سوا. سألوني الناس عنك سألوني الكل راجع وعلموني. سألوني الناس عنك سألوني الكل راجع وعلموني. غمضت
غمضت عيوني خوفي ده الناس يشوفوك مخبي. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا. جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا. ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى. ورمش الأسمراني شبكنا صدقكم الله. بالهوى.